دايما روى مواضيع مختلفة هيك ومعلوماتها دقيقة جدا ومن مصادر موثوقة جدا. اليوم موضوعنا مع أخصائية التغذية روى أبو درغام، البدانة وعلاقتها بالأمراض بالجسم. ضروري ننتبه لهالمواضيع لأنه ممكن تسبب أمراض كتير، وممكن العكس كمان، بعض الأمراض تسبب البدانة من خلال الأدوية، من خلال الغذاء اللي بنضطر أنه ناخده أو ما نتبع غذاء مظبوط. صباح خير. بونجور جوزيف. يعني بالبداية أو شيء، هل بدانة تسبب أو تزيد من احتمال بعض الأمراض بالجسم؟ جوزيف، أنا قلت تقريبا سنة أسبوعيا على الجديد بقول لهم أنه البدانة منا شكل، منا مشكلة شكل. يعني الشكل أوقات نحن بناخده من الله، صح. بس الصحة بإيدنا، وصرنا كتير عم نجرب نوصل فكرة أنه علاقة الأكل والبدانة بالأمراض الصحية، يعني هي الباز تقريبا لكل الأمراض. انت بتعرف اذا فتت على مستشفى في دايت بده ينزل لك، في نوع اكل، يعني انت من هون بتعرف انه كل كا له اكل، نوع اكل معين. صحيح. وزيادة الاكل، وخصوصا نحن هلا اللي عم نعيشه مطاعم جديدة، انواع اكل جديدة، ترندات على تيك توك، اكيد مرقوا قدامك السكر المدوب اللي بيحطون على الفواكه بصيروا ياكلون. صحيح. او حتى سندويش الزيت والزعتر اللي بيقلوا له خبز مع مكدوس وزيت وزيتون. هول الترندات كمان عم بيوصلونا لمشاكل بعد كتير اكبر، اذا هيك بقينا مكفين عن جد حتكون مشكلة كتير كبيرة. والبدانة تصنفت مشكلة صحية، هي صارت مصنفة مشكلة صحية، مرض صحي. يعني بطلنا بس عم نحكي نحن كشكل أو عندي عرس بدي انزل شوية وزن لأنه طيبي ما عم بفوتوا فيه، نحن صرنا عم نحكي أنه ما تنتبهوا للشكل، كل واحد بحب حاله، بس مشكلة الصحة هي الأهم. يعني الشكل فيها نحله بالثقة بالنفس، نحله بشريك بحب شكلنا إلى آخره، يعني بكل شيء له حل، ولكن أهم شيء أنه الواحد يهتم صحيا. طيب إذا ما نعدد الأمراض اللي ممكن تسببها البدانة، مثل شو مثلا؟ أول شيء بنبلش بمشكلة القلب والشرايين. نعم. قديها لما بتسمع أنت صار عنده جلطة، أو شباب وصبايا بيكونوا بعمر صغير. نعم. بيسيبوا المشاكل، نحن بنقول أنه بعد عنا عمر طويل لنوصل لهذه المشاكل، صرنا عم بنشوفها على عمر صغير من وراء نوعية الأكل اللي نحن هلأ عم ناخدها. نعم. مشكلة القلب والشرايين نحن من وراء الأكل العاطل اللي عم ناخده، قلة الرياضة، الخمول اللي عم بيكون عنا. يعني أنت هلأ من نوجر إذا منشوف أسانسور أو درج ننطر الأسانسور، ما عنا مشكلة، ما عنا هيدي الحركة والنشاط اللي لازم يكون عنا لنحن نخفف من ريسك هول المشاكل. أول شيء القلب والشرايين من وراء زيادة الكوليسترول والمشكلة الدهنيات بالدم، تريجليسيريد، يعني الدهون منا صحية بالدم، زيادتها بتسكر الشرايين، يعني ببطل يقدر يخترق الدم ليوصل لمحل يسكر هيدا الشريان ونصير نفوت بمشكلة أو عارض قلب. نحن بنسمع مرق جلطة، هيدا المرق جلطة يعني قطعت، قدر يقطع دم بس كتير بصعوبة، بده يتعرض لعملية. ايوه، لا تفتيحه للشرايين ليقدر يرجع يمرق الدم ويتغذى القلب، عضله القلب، هون عضله القلب ما بقى عم تتغذى. نعم. طب بهيك حاله شو بنتعامل مع الوضع؟ يعني هون شو الماكولات الافضل لازم نتناولها لانه ما نكون عرضه لهيدي الامراض؟ نرجع للمشكله الاساسيه، زياده الدهنيات بالدم هي من وراء الاكل العاطل. نعم. القلي، السكر الزياده، الزيوت الزايده، الموتزاريلا اللي نحن بنرشها بشكل هستيري على الاكل. نعم. الاجبان الصفراء، التدخين، الالكول، قله الحركه، هول كلهم بيساهموا بزياده الكوليسترول اللي بيوصلونا لهول المشاكل. نعم. تاني مشكله بنتعرض لها هي تصلب الشرايين، كمان تسكير الشرايين من وراء الدهنيات العاليه بالدم. بس هيدي المشكله بدي كثير ضوي عليها انه هيدي بتبلش تدريجيا من مرحله الطفوله من الاولاد، وبتصير تزيد معنا تدريجيا لنوصل لمرحله كبيره ما بقى يتحمل جسمنا نعمل جلطه او ذبحه قلبيه. نعم. نحن كمان هيك هلا كثير عم نوعي انه الاولاد ما بقى بليز يا مدام تلحقيه باللقمه وهو منه منتبه ملتهي بالتي في وانت قاعده عم تطعميه، بس يعني يجوع ياكل، بس يجوع حيطلب ياكل، ما حدا حيموت جوع. نعم. يعني هو خليه على راحته، الولد هلا بعز حركته حيكون ملتهي على الاكل بس مش انه جوعان وما عم بقول لك. بس روى ما في حالات اولاد لازم نلحقهم؟ في حالات معينه بيكونوا اولاد يعني عندهم رفض للاكل غذاء
واطي يعني عندهم فيتامينز ناقصه بجسمهم، معادن ناقصه بجسمهم، يعني في كثير اولاد بنعرف انه بيكونوا ضعاف كثير. هلا هون الحكيم هو بيقرر اذا هذا الولد هو اندر ويت، ما بدنا نمشي على الشكل، لان بتصير تقول امه انه ليكو شو هو ضعيف، يمكن حسب العمر والطول والوزن هو وزنه مناسب لعمره. فهون نحن بنلجا للحكيم، هو بيقرر اذا اندر ويت نحن بنبلش نعطيه مكملات غذائيه او نتحايل عليه باي طرق ليزيد اكلته، بس ما كمان ضلنا عم نعطيه كميه كثير كبيره لتكبر معدته ويزيدوا الخلايا الدهنيه وين بيلاقي نتيجتهم على الكبر. بس يكبر بصير يضلوا بدايت كل حياته، اذا وقف شوي دغري بينصح. يعني عم بيورطوا مشاكل هن مش عارفانينا، بس انه هم عم بتعموا هيدا الولد، عم بفوتون مشكله تراكم الدهن بالجسم لا يوصلوا على كبر لمشاكل. طيب صحيه بمشاكل القلب، شو الغذاء اللي بتنصح فيه الاكثر؟ هل هو نزيد من الدهنيات يلي غنيه بالاش دي ال، يعني اللي بتعلي الاش دي ال، يعني غنيه بالاوميجا 3 وهو صح؟ هيدي النقطه كثير منيح انه قلتها، لانه نحن بنقول انه الدهون الجيده اللي بتعلي من الاتش دي ال اللي هو نوعيه الدهون الجيده بالجسم مثل الافوكا، القلوق، المكسرات، زيت الزيتون، هول كلهم بحسنوا، الالياف، الخضره، هول كلهم بحسنوا من الدهنيات الجيده، بس اللي ما بينتبهوا له الكميه اللي عم ياخذوها. ايوه يعني اوقات بيتحول ليصير دهون سيئه. صح يعني. بس تتراكم، ما نحن رجعنا لذات المشكله، عم يتراكم الدهون، لو دهون جيده عم يتراكم بالجسم، رجعنا لزياده محيط البطن والخواصر، صار عندنا احتماليه حدوث امراض اكثر. نعم، بحال البطن والخواصر مثل ما ذكرتي بيكون في صار عندنا هون شحم على الكبد، يعني صح لانه بمنطقه البطن هون شو ممكن تعرض، شو يكون المخاطر للكبد؟ واحده من الامراض كمان اللي معقول تسببها البدانه هي الكبد الدهنه او حصل مراره. هون كمان بنكون وقت في كثير زياده دهون وخصوصي على محيط البطن والخواصر، يعني وقت نشوف 20% واكثر بمحيط البطن والخواصر على البادي كومبوزيشن نحن بنخاف مش على الشكل، على الصحه، انه هون صار في باز كثير فعال انه يعمل هيدي الامراض. والمشكله انه وقت يصير عندنا كبد دهنه ببلش شوي شوي ستيب باي ستيب يوصل لتلف الكبد. يعني ما هيدي المرحله ما بقى فيك تتراجع، لو شو ما عملت خلص بتصير انت بمرحله كثير متقدمه. ببلش يعطي انذارات اولا وقت يصير في زياده دهون، بنلاقي بالفحوصات ببين ببلش يتلف شوي شوي ليوصل لمرحله انت ما بقى فيك تتراجع، كل ما هو بعده باول ستيب او اثنين قادر تظبط باكلك بالسبورت تنزل بالدهون بيمشي الحال، بس اذا وصلت لمرحله كثير متقدمه وهملت ما بقى فيك تتراجع. اكثر المناطق العرضه للبدانه هي هالمنطقه. هلا نحن بناخذ شكل الرجال مثل التفاحه، يعني بيكون اكثر شيء محيط البطن والخواصر. للمراه مثل شكل النجاسه، يعني بتكون اكثر شيء من ميله الوراك من تحت. يعني هي المراه اخف عرضه لهول القصص، لانه على ميله الوراك ما راح يكون خطر ولا على عضو بعدنا بذات الكونسبت. نحن زياده الدهون، زياده نسبه الدهون هي بتعلي دهنيات الدم ومنبلش من مرض مرض. يعني حتى بنوصل للجلطة الدماغية هي واحدة من أسبابها الأكل الغلط. صحيح. عم تتسكر الشرايين للدماغ لا توصل لمرحلة قدام تقول أنه حرام نام ما بوشي قام ما قدر يقوم خلص راح من وراء الشريان سكر ما بقى قادر يوصل الدم مزبوط من وراء الدهنيات اللي عم بتسكر هيدا الشريان على جدار الشريان بتبلش تسكر شوي شوي لما بقى يوصل الدم. عند النساء وعند الرجال روا شو بتنصحي بكمية زيت الزيتون، بتنصحي بكمية الأوميجا 3، كمية الأفوكا، يعني المكسرات، يعني قد كيف بدهم يعرفوا قديش لازم ياخدوا؟ هلا انا بقول لهم خذوا معيار، بلشوا عايروا بالزيت، يعني خصوصا زيت الزيتون، لانه نحن اخذين فكره انه زيت الزيتون هو زيت صحي، لهيك فينا نحط قد ما بدنا، بتبلش بتحط جات سلطه وبتكر ليبلش يلمع. كترته للزيت بتصير مثل زيت خي ناقص. جربوا خذوا معيار بصحنكم لتكونوا انتم عم تاخذوا كامل احتياجاتكم، ملعقه صغيره بالسلطه وملعقه صغيره بالساندويتش، نرجع بنخلي للطبخه ملعقه كبيره لكل الطبخه، هيك بتتوزع على العائله كلها، وانت ما بتكون اخذت كميه سعرات حراريه كثير كبيره بكميه اكل صغيره. يعني انا اذا قلت لك خذ على غداك صحن ملعقه سكب، معقول هيدا ملعقه سكب تكون فيها 200 كالوري ومعقول توصل لل 600 كالوري من ورا الزيت، هالقد بيزيد. فخذوا معيار ملعقه كبيره للطبخه، ملعقه صغيره بالسلاد او بالساندويتش، هيك بتكونوا انتم عم تاخذوا احتياجاتكم من الزيت. نرجع نروح للمكسرات، من 6 ل 10 حبات، الاعتدال اهم شيء، ما تحطوا كاسه قدامكم وتبلشوا تاخذوا 6 ل 10 حبات عم تحكي جد؟ صح، انه هيدي نحن من فئه الدهون، يعني اكثر شيء بدنا ننتبه له. الافوكا بقول لهم خذوا ملعقتين كبار، بس الملعقتين الكبار ما بتشبع العين مش ما بتشبع المعده، بقول لهم خذوها بالسلاد هيك بشكل تكون مقطعه صغيره، جات كبير قدامكم، بتصيروا تحسوها كثيره وانتم عم تاخذوا كمان بذات الوقت الياف.
لا اوكي. طيب وقت نحكي انه انا اذا مش كل يوم هلا كل يوم بده يمرق او زيت زيتون او مكسرات او افوكا، يعني مش ممكن ما يمرقوا مع بعضهم كلهم، بس اذا مرقوا مع بعضهم كلهم في اخذ كل اللي قلتيهم مع بعض بنفس ما النهار. في مشكله بزيت النهار فينا نحن بس المهم كيف عم نقسم وجبتنا. واذا نهار ما اخذت في زيد الكميه لتاني نهار مثلا؟ لا خلص نحن بنمشي كل يوم سعرات حراريه بكل يوم بنهاره. لا. يعني انت على الوجبات والسناكات لتوصل لسعرات الحراريه اللي بده اياها جسمك، تاني نهار هو نهار جديد. نعم. طيب شو بعد في امراض متعلقه بالسمنه؟ يعني اذا بدنا نحكي غير عن منطقه محيط البطن، غير من القلب وغير السكتات الدماغيه، عندنا الداء السكر النوع الثاني الديابيتس تايب 2. انا هذا المرض كثير بحب احكي عنه لانه هو من اصعب الامراض، هو كثير متشعب لان انت بتعرف انه مرض السكر بيوصل للعمى، فقدان النظر، لبتر الاطراف. نعم. لغسيل الكلى. يعني هو عن جد بعد اصعب من الكانسر. قد ايه احنا بنخاف من الكانسر. نعم. بس هو بعد اصعب لانه فيه عذاب، فيه عذاب صح عذاب بشكل يومي وخصوصا اللي بغسل كلى. والمشكله الاكبر انه بعد مش كل العالم بتعرف كامل المعلومات عنه، يعني رابطين السكري بالسكر، بيوقفوا سكر وحلويات بس ما بينتبهوا للفواكه، للخبز، للبسكويت اللي عم ياكلوه. اي متى بتحول سكر الفواكه لسكر سريع مش بطيء؟ نحن ما عم نفصل اذا سريع او بطيء، نحن عم نفصل بس اذا كترته بتصير نحن عم تعلي الانسولين. اللي عملت لنا السمنه وهي السمنه اللي راحت 100%. ونحن هون بنكون كثير عم نلعب بالانسولين خلال النهار، بصير يطلع وينزل. هون نحن كمان ما بنكون عم نساعد حالنا ابدا. أوكي. يعني ما ننتبه كثير منيح لكميه النشويات بنهارنا، لكميه الفواكه اللي عم ناخذها بنهارنا، العصائر. لا. لانه في كثير كمان على السكري بنشف ريقهم، بصيروا ياخذوا عصائر بشكل كثير كبير، وعصائر بس بيقولوا لانه طبيعي، الليمون والتفاح والجزر، ايه بس فيه سكر. أوكي. يعني انت هون ما عم تعمل شيء زياده. وعندنا الكانسر كمان مرتبط بالاكل. قديه ما بتسمع انت نوعيه الاكل هي بتوصلك للكانسر، اذا كانت صحيه ولا ما صحيه. هي لايف ستايل بصير لانت تتفادى هذا المرض، لانه بيربوا هول الخلايا على السموم اللي بجسمك. نعم. وهي كان في كتير كتب انعملت من اطباء بالعالم انه السكر هو الغذاء الاساسي والرئيسي. صحيح. لخلايا. صحيح. سرطانيه. صحيح. يعني وخلال فتره علاج الكانسر. نعم. اول شيء بنوقفه نحن السكر. السكر. ريوا ثانك يو سو ماتش على المعلومات. نشوفك بحلقه جديده نكست ويك على رد ضمن التغذيه.